معنا من القاهرة المدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. سيد رامي أهلا بك. هل من ناجين أعداد ربما وحصيلة تكسر حركة عداد الموتى المتزايد؟ نعم، والمأساة مستمرة. صباح الخير. حقيقة الأمر يعني نبدأ من المعبر، حتى اللحظة لم تدخل أي قافلة. لا خلينا من المعبر، هل من حصيلة أولية على الأقل خلينا نتكلم؟ راح أفرض للمعبر محور إذا تكرمت أستاذ رامي. تمام، بالنسبة تحت الأنقاض في مناطق إدلب العدد قد حتى اللحظة يعني ارتفع ببضعة عشرات وليس بالمئات حتى اللحظة، ونأمل أن يرتفع بالمئات. ارتفع عن حصيلة يوم أمس حوالي 30 في مناطق النظام ومناطق المعارضة، أي وصل إلى نحو 3540 في المنطقتين. لكن أيضا هناك في حي المشارقة في حلب جرى إخراج ناجين من تحت الأنقاض، أيضا في محاولة واستماتة من قبل فرق الدفاع المدني لإخراج ناجين من تحت الأنقاض. حقيقة الأمر لماذا المعبر؟ لا أتحدث عن المعبر كمعبر، أتحدث عن مساعدات لمساعدة فرق الأنقاذ لمحاولة العثور على ناجين. هناك كارثة موجودة في حارم، نعم في جنديرس، كارثة كبيرة. يعني قبل قليل كنت مع جنديرس، حتى اللحظة فرق الأنقاذ غير قادرة حقيقة الأمر، لا يعني إمكانيات بسيطة وكارثة كبيرة. لذلك أقول بأن يعني يجب أن تدخل فرق الأنقاذ. ما هو قبل شوي أيضا كان معي صحفي من جنديرس يقول حتى هي مش فرق إنقاذ، هي جهود متطوعين. تماما يعني أنا أتحدث مع متطوع يا سيد الكريم، هو عامل في المرصد قال أنا ذاهب من أجل المساعدة. يعني طيب هذا يعني يدفعني إلى 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 سؤال، يعني الآن لإنقاذ الضحايا بين الأمم المتحدة وتركيا التي تقول أن المعبر لا يعمل والطرق أو الطرق المؤدية إليه تصعب مهمة الوصول. هناك حديث عن أنه 9 صهاريج يوم أمس دخلت إلى الداخل السوري، إضافة في المقام الأول إلى جثث السوريين الذين قتلوا نتيجة هذا الزلزال. يعني الإنسان أولا أم السياسة جانبا؟ هذه قاعدة لا تطبق في سوريا، لماذا؟ لماذا؟ لأن الشعب السوري هو مغيب بالنسبة للأمم المتحدة عن الإنسانية. نعم في الكلام والحديث نقول الإنسان والسوري ويجب المساعدة الشعب السوري، ولكن نحن طيب شاهدنا وقلنا على العربية والحدث، شاهدنا بالصوت والصورة بأن جثث السوريين تدخل من تركيا إلى داخل الأراضي السورية. قلتها أمس وأمس الأول بأن ذريعة المعبر لا يعمل، ذريعة بأن هناك يعني الطرق متضررة. طيب كيف تصل سيارات الإسعاف وتدخل الجثامين السوريين إلى الداخل السوري من معبر باب الهوى، معبر باب السلامة، معبر الراعي؟ جميع المعابر يعني ممكن أن تعمل وأن تدخل مساعدات إلى الأراضي السورية. يعني هنا الأمر بالنسبة للأمم المتحدة تقول بأننا يجب أن يكون هناك تفاهمات. طيب طائرات وصلت إلى مطار حلب، نعم طائرات وصلت إلى مطار دمشق، نعم هذه الطائرات يعني ألا يوجد فيها إمكانية لدخول مساعدات باتجاه مناطق أيضا شمال غرب سوريا؟ مناطق شمال غرب سوريا بقعة جغرافية صغيرة يوجد فيها كارثة إنسانية حقيقية. يقولون بأن حتى اللحظة الفرق عملت مع جزء بسيط من الكارثة، نعم جزء بسيط من الكارثة والأعداد هي هائلة، لا يتجاوز 5% ولا تغطي 5% من حجم الكارثة وفق الأمم المتحدة. نعم وهذه طيب إذا كانت الأمم المتحدة تتحدث بهذه الطريقة، ماذا عليه على عاملين على الأرض عندما أنت تأتي بسائق يعني سائق جرافة يريد أن يساعد برفع الأنقاض؟ هل سائق الجرافة هو رغم إمكانيته هو قادر على العمل كمنقذ إذا ما رفع يعني الركام وانهار الركام على رؤوس الذين هم تحت الأنقاض؟ من يتحمل المسؤولية؟ الأمم المتحدة أيضا على سيد الكريم مساعدات إنسانية للذين يعني باتوا في الشوارع، باتوا طيب في بعض الملاجئ، هذه كارثة حقيقية. حتى يا سيدي في مناطق النظام دقيقة في مناطق النظام لم تصل المساعدات أيضا إلى مستحقيها في مناطق النظام، ما بالك في مناطق سيطرة المعارضة؟ طيب ليش ما تصل؟ لماذا لا تصل؟ هنا نريد أن نقول للنظام السوري يعني أنت تصل الطائرة إلى مطار حلب وهل هناك في أحياء حلب من يحتاجون إلى هذه المساعدة؟ أين تذهب المساعدات؟ يا يعني يعني يا بشار أسد يا يعني في اللاذقية يا أخي، لا نريد أن نقول على حلب في طب ما ممكن يرد عليك ويقول لك إنه في 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 دمار في حلب أيضا، هذه المناطق متضررة. الدمار في حلب يعني
يعني لماذا لا تصل إلى حلب يا يعني في الشيخ مقصود لا تصل المساعدات، في أحياء حلب الشرقية لا تصل المساعدات، في بعض قرى اللاذقية لا تصل المساعدات، في جبلة جميعها مساعدات أهلية حتى اللحظة، وقيل بأن مساعدات تسرق. هل هذا الوقت لتسرق مساعدات؟ أبناء الشعب السوري يفتحون منازلهم لكل من تضرر بهذه الكارثة، رغم أننا نعلم ما قبل الكارثة، ما قبل هذه الكارثة الكبرى كان سوريا في حالة مزرية. طيب. الآن هناك طائرات تصل من دول عربية إلى مطارات اللاذقية، مطارات حلب، يجب أن تذهب المساعدات ويجب أن تدخل فرق الأنصار العربية. سيد سامي، أيضا بعض الدول، سيد رامي، بعض الدول اليوم لا تريد العمل مع المعارضة، أو المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة هي تريد عن طريق الأمم المتحدة حتى أن تقدم هذه المساعدات، ولكن عن طريق الأمم المتحدة بالتفاهم مع النظام السوري يتم توزيع هذه المساعدات. يا سيدي، معارضة ونظام، هل نحن في مجال الآن معارضة ونظام؟ هل في مجال سياسة؟ يا المضحك أكثر، مش أنا اللي أقول هذه الدخل يعني. تمنع الدخول. نعم نعم نعم، يعني الحكومة المؤقتة لعبد الرحمن مصطفى جنديرس يوجد فيها مئات المنازل المهدمة. أمس عبد الرحمن مصطفى في جاكيته في منطقة بعيدة عن جنديرس يتحدث عن المساعدات. الإدارة الذاتية تريد إدخال مساعدات إلى هذه المنطقة، تمنع من قبل الحكومة المؤقتة بسبب السياسة. لذلك نقول بأننا يجب أن نبتعد عن السياسة منذ اللحظات الأولى. هناك ناس الآن تحت الأنقاض، هناك ناس في الشوارع، هناك برد قارس، هناك من يحتاج إلى يعني إلى بطانية من أجل أن يشعر بالدفء، هناك من يحتاج إلى الطعام من أجل أن يشعر بأنه لا يعني تدمر منزله، فقد أحبائه وهو غير قادر على الاستمرار في الحياة. طيب، يعني اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا يدعو إلى يعني هذه المساعدات، لكن أيضا تركيا الأمم المتحدة تقول بأنه الطريق إلى معبر باب الهوى صعب الوصول إليها. هناك أيضا من يقول، أنا أتحدث عن مثلا الجرافات الكبيرة، المعدات الكبيرة التي تساهم في عملية الإنقاذ، هناك من يقول بأنه هذه المعدات الكبيرة من الصعوبة أن تصل في ظل هكذا طرق غير صالحة لمرورها هذه المركبات الكبيرة عليها. نعم، يعني من يقوم بإرسال الدبابات عبر الطائرات هو غير قادر على أن يقول آليات رفع ثقيلة ومساعدة السوريين. هل تصل آليات الثقيلة لإخراج الجثامين، أم يجب أن تصل آليات الثقيلة لمساعدة من هم تحت الأنقاض قد يكونون على قيد الحياة وحماهم الله من الموت الآن؟ لذلك أقول بأن هناك نفاق دولي مع الأزمة الإنسانية، ظهر النفاق الدولي جلي الآن بأن لا يوجد إنسانية، أقله أنا أتحدث في سوريا. مساعدات نعم من الدول العربية، لكن نريد من هذه المساعدات أن تصل إلى أبناء الشعب السوري الذين يعيشون الكارثة. إدارة الكوارث التركية تقول ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 12,873 قتيلا وإصابة نحو 63,000 شخص. أنت قلت قبل قليل بأنه الحصيلة حتى الآن 3,540 قتيل جراء هذا الزلزال سيد رامي، أم هناك رقم متزايد أكثر من هذا الرقم؟ لا 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 لا، الرقم الحقيقي هو أكبر من هذا الرقم بكثير، الرقم المؤكد هذا الرقم، لأننا عندما يعني وإذا انتظرنا ساعات ولم تدخل فرق الإنقاذ سوف يتضاعف الرقم، وهناك مناطق كثيرة وقرى لم تصل إليها فرق الإنقاذ، منور السرى دون أن يعلم فيهم أحد في بعض القرى والبلدات في الأراضي السورية، لا نظام ولا إمكانية. يعني فريق الدفاع المدني هل هو بعشرات الألوف؟ تركيا لديها آلاف المنقذين وتطلب المساعدة من المجتمع الدولي، ما بالك فريق الدفاع المدني الذي عمل ليلا نهارا برفقة المدنيين في محاولة الإنقاذ من يمكن إنقاذه؟ وهذا الأمر ينطبق على مناطق النظام، يعني العمل الأهلي كان أكثر من العمل الحكومي بدرجات ودرجات، والمتبرعين بجهودهم سواء للإنقاذ سواء من الفرق الطبية سواء من المشافي الخاصة. لكن يعني قلتها قبل أيام بأن سيارات إسعاف لا يوجد لديها وقود من أجل الاستمرار بإسعاف المدنيين في مناطق النظام. شكرا جزيلا لرامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من القاهرة، شكرا جزيلا لك.